واحد بيقول انا شاب جامعي، ماذا ينبغي علي ان افعل عندما اوضع في مناقشة دينية داخل الجامعة؟ انت غير ملزم انك تخش في مناقشة غصب عنك. الموضوع اللي تقدر تتناقش فيه بدون ما تعمل مشكلة اتناقش. لقيت المناقشة هجيب لك مشكلة، الباب اللي يجي لك منه الريح شد واستريح. وبعدين بيقول هربت اكثر من مرة من الخدمة، واخيرا وضعت في خدمة مدارس اعرف ماذا افعل. كن امينا في خدمتك، ما دمت رضيت انك تبقى خادم كن امين كخادم.